السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتطرق الآن لحل موضوع اختبار الفصل الأول لمستوى سنة أولى متوسط في مادة العلوم الطبيعية والحياة. نبدأ مباشرة بقراءة التمارين. التمرين الأول قصد التعرف على مقرات المبادلات أو مقر المبادلات الغازية الأخضرية. تمكن التلاميذ من ملاحظة بنيات ورقية بالمجهر الضوئي وتمثيلها برسم تخطيطي رفقة الأستاذ. إليك رسم تخطيطي في الوثيقة 1. إذا هذه هي الوثيقة. أولا أكمل البيانات المرقمة مع وضع عنوان مناسب للوثيقة. ثانيا فيما تتمثل طبيعة المبادلات الغازية الأخضرية. وثانيا أذكر الشروط الواجب توفرها لحدوث هذه العملية. تمرين ثاني من أجل تشخيص عواقب غياب أو نقص أو إفراط في العناصر المعدنية على نمو النبات الأخضر، قام أستاذ العلوم برفقة تلاميذ السنة الأولى بتجربة استنبات بذور نبات القمح في أوساط مختلفة. النتائج التجريبية موضحة في الوثيقة 2. إذا هذه هي نتائج التجربة على نبات في محلول، وضعنا له محلول MPK تركيز أو بكمية 20%، نبات 4 أعطيناه محلول NP، نبات 3 NK، نبات 2 PK، والنبات الأول MPK بتركيز أو بنسبة 2%. وعندنا الوثيقة 3 محلول كنوب، محلول معدني يوفر العناصر الأساسية لنمو النباتات بتركيز مناسبة. لدينا تركيب محلول كنوب. العناصر الأساسية عندنا الماء بكمية 1000 ملل، نترات الكالسيوم 1%، نترات البوتاسيوم 0.25%، فوسفات أحادي البوتاسيوم 0.25%، كبريتات المغنيزيوم 0.95%، وكلور الحديد فقط لدينا آثار. أولا ما هو محلول كنوب؟ حدد أهم العناصر المعدنية الموجودة في محلول كنوب. ثانيا دون على جدول الملاحظة والتفسير الخاص بكل تجربة. ماذا تستنتج من خلال هذه التجارب؟ الوضعية الإدماجية خلال استراحة التلاميذ في الفترة الصباحية، لاحظ أستاذ العلوم الطبيعية بعض السلوكات السلبية التي كان يقوم بها تلاميذ السنة الأولى متوسطة المتمثلة في تكسير نباتات المزروعة في المتوسطة. وخلال عودتهم من الاستراحة فتح مجالا للحوار ومناقشة مع التلاميذ حول خطورة الأمر من خلال إبراز أهمية النبات الأخضر كمنتج أولي للمادة العضوية. كما استعان الأستاذ بالسندات التالية لتقريب الصورة أكثر للتلاميذ ولتجنب هذه السلوكات مستقبلا. إذا لدينا 4 سندات. السند الأول عبارة عن مسار النسغ في النبات الأخضر. السند الثاني سلوك الإنسان اتجاه النبات الأخضر. السند الثالث سلوك الإنسان كذلك اتجاه النبات الأخضر، ولكن هذا سلوك إيجابي والأول كان سلبي. رابعا أو السند الرابع فوائد النبات الأخضر. التعليمات انطلاقا من السياق والسندات ومعارفك السابقة في مقطع التغذية عند النبات الأخضر، يركب النبات الأخضر المادة العضوية. كيف يتم ذلك؟ ثانيا حدد ما يلي السلوكات السلبية التي يقوم بها الإنسان اتجاه النبات الأخضر والفوائد التي يقدمها النبات الأخضر للإنسان، هذا كله من السندات. ثالثا اقترح 4 سلوكات إيجابية للحفاظ على النبات الأخضر كمنتج أولي للمادة العضوية. إذا نمر مباشرة للإجابة. بالنسبة للوضعية الأولى البيانات لدينا غاز ثاني أكسيد الكربون، ثانيا غاز ثنائي الأكسجين، ثالثا خلية حارسة، وأربعة فتحة الثغر. عنوان رسم تخطيطي لثغر مفتوح. ثانيا طبيعة المبادلات الغازية الأخضرية هي امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وطرح غاز ثنائي الأكسجين عبر الثغور. وشروط حدوث هذه العملية هي تواجد الضوء، ثنائي أكسيد الكربون الأخضر، والمحلول المعدني. الوضعية الثانية محلول كنوب هو محلول معدني يوفر العناصر الأساسية لنمو النبات الأخضر بتراكيز مناسبة. والعناصر الأساسية في محلول كنوب هي الأزوت N، فوسفور P، بوتاسيوم K. ثانيا تدوين لدينا الملاحظة والتفاسير الخاصة بكل تجربة. التجربة الأولى لاحظنا نمو جيد للنبات. التفسير توفر كل العناصر الأساسية MPK بتركيز مناسب. ثانيا نبات هزيل قليل الأوراق يميل للإصفرار، عدم توفر عنصر الأزوت N. ثالثا نمو بطيء للساق والجذور، الأوراق شديدة الإخضرار.
عدم توفر عنصر الفوسفور بي. رابعا نمو بطيء والأوراق الصفراء، عدم توفر عنصر البوتاسيوم ك. خامسا ذبول وموت النبات، الإفراط في استعمال الأملاح المعدنية أي تركيز عالي للمحلول. استنتاج ينمو النبات الأخضر بشكل جيد عند توفر العناصر الأساسية في محلول كنوب أم بي كاو بتركيز 2%. الوضعية الإدماجية لدينا يركب النبات الأخضر المادة العضوية من خلال القيام بعملية التركيب الضوئي، وذلك في وجود الضوء اليخضر، ثاني أكسيد الكربون والمحلول المعدني. ثانيا علينا تحديد السلوكات السلبية التي يقوم بها الإنسان تجاه النبات الأخضر، وهي تكسير النباتات وقطع الأشجار، حرق الغابات ورمي النفايات فيها، إنشاء المصانع بالقرب من الغابات، الرعي الجائر العشوائي والغير منتظم، المساهمة في انجراف التربة. الفوائد التي يقدمها النبات الأخضر للإنسان: يعتبر النبات منتج أولي للمادة العضوية والتي يستفيد منها الإنسان، كمثال خضر وفواكه عامة، ويزود المحيط الذي نعيش فيه بغاز الأكسجين. رابعا أو أخيرا طلب منا تحديد أو اقتراح 4 سلوكات إيجابية للحفاظ على النبات الأخضر كمنتج أولي للمادة العضوية. لدينا القيام بعملية التشجير وعدم تكسير النباتات وقطع الأشجار، الاعتناء بالنبات الأخضر من خلال السقي ونزع الأعشاب الضارة، الرعي المنتظم، عدم رمي النفايات والحرص على نظافة المناطق التي يوجد بها النبات، حماية التربة من الانجراف للحفاظ على النبات الأخضر. إذا هذا كان بالنسبة للموضوع، أتمنى تكونوا استفدتوا ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.